في حاجة حصلت في نادي الصيد، في حاجة حصلت في نادي الصيد، بحاول أكلم عمرو السعيد معاكم وأنتوا على الهوا. تم استبعاد عمرو السعيد من قبل اللجنة الأولمبية قبل ساعات. أنتوا عارفين معركة شرسة بيخوضها محسن طنطاوي ومنافسه عمرو السعيد على مقعد الرئاسة ولكل قائمته. في 2 مرشحين تانيين، ولكن يمكن الإعلام مركز على قائمة محسن طنطاوي وقائمة عمرو السعيد. منذ ساعات أو من 3 ساعات تقريبا أو العصر، مش عارف إمتى بالتحديد، فوجئنا بقرار من اللجنة الأولمبية باستبعاد عمرو السعيد من انتخابات نادي الصيد. طبعا الموضوع ده قالب نادي الصيد رأسا على عقب وأنا بكلمكم. طبعا الكابتن محسن طنطاوي بيحظى بشعبية كبيرة في نادي الصيد، وعمرو السعيد كان رئيس لنادي الصيد فترة، والدنيا سخنة جدا، وعمرو السعيد كتب للأعضاء بيتوسل إليهم كما ذكر على صفحته على الفيسبوك أن يختاروا قائمته، أعضاء نادي الصيد أنهم يختاروا قائمته، وبيقول أنه خرج بمؤامرة وخرج عنوة ولا يستحق أن يخرج، وأن في تآمر حصل عليه من اللجنة الأولمبية، هو كتب كده. ولكن ليلة الانتخابات في الصيد مولعة نار، مولعة نار بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مولعة نار. والعملية صعبة جدا 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 يا سادة، العملية صعبة جدا 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 لأبعد الحدود، العملية صعبة جدا جدا لأبعد الحدود. وهنتابع بكرة انتخابات نادي الصيد، وطبعا الحاج محسن طنطاوي صديقي، وانا على المستوى الشخصي اتمنى له النجاح واتمنى له التوفيق هو وقائمته. محسن طنطاوي على فكرة اهلاوي، وكان المترجم بتاع مستر سوبل، وشهد مع مستر سوبل ومع النادي الاهلي اعظم الايام واعظم البطولات، وله شعبية كبيرة جدا في نادي الصيد. وأنا أدعو كل الأعضاء في نادي الصيد لمؤازرة محسن طنطاوي الرئيس الحالي ليكمل المسيرة هو وأعضاء قائمته. يعني محسن طنطاوي يتمنى أن ينجح هو وقائمته بالكامل. طبعا أنتوا عارفين نادي الصيد الأطمية والرئيسي في الدقي وكمان 6 أكتوبر أو الشيخ زايد، فالمعركة قوية جدا، في خناقة انتخابية زي ما بيقولوا. ولكن أنا مع الحاج محسن طنطاوي بقوة، مع الحاج محسن طنطاوي بقوة، وأتمنى له النجاح والتوفيق، وأتابع لكم الانتخابات. محسن طنطاوي أنجز في الأفرع 3، عمل إنجازات كبيرة، ساهم في رقي نادي الصيد، ساهم في ازدهاره، عمل شغل عالي جدا وكبير جدا، وكمان كمل المسيرة مع تسوبل ومع هولمان، وليه رصيد كبير مع الأهلوية، وهو راجل محترم للغاية وراجل حبيبنا ونحبه في الله. هو محسن طنطاوي الآن مع أحمد شوبير على الهواء مباشرة على أون تايم سبورت. أتمنى له النجاح وأتمنى له التوفيق، أتمنى له النجاح وأتمنى له التوفيق بإذن الله تعالى، وإن ربنا يكرمه ونبارك له بكرة، وإنه نجح يعني إنه يكون يعني في هذه المكانة ونجح مع نادي الصيد بشكل كبير، إنه يكون في هذه المكانة وإنه يكون في نادي الصيد بشكل كبير جدا 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 جدا. يا جماعة محدش يرد على اي زلمطيح بيشتم في اللايف، ارجوكم. احنا النهاردة ليلة الجمعة ومش عايزين اي تجاوزات ولا حد يرد على اي حد. انت عارف انا لو انتخابات المراغة بلدنا اغطيها لك بالتفصيل هيقول لك قبض من المراغة. يعني هؤلاء مرضى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضى، سيبك منهم سيبك منهم، اصل هم يعني صعبان عليهم ان احنا في حتة تانية ومكسرين الدنيا. ادينا هو حدائق الاهرام، الناس الغلابه اللي ما لقينش حد يتكلم عليهم، لانتخابات الاهلي، لانتخابات الصيد، اي حد بيبعت لنا بنغطي الانتخابات.